طالبة جامعية تنقلت صبيحة اليوم إلى المقر الجديد للمندوبية البلدية للسلطة المستقلة للانتخابات من أجل التسجيل ضمن القوائم الانتخابية والحصول على بطاقة الناخب التي تكفل لها حقها الدستوري واختيار المترشح المناسبة خلال الرئاسية المقبلة. اليوم جيت للمندوبية البلدية لولاية غردايه باش نحط ملف بطاقة الناخب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وحتى المحلية والتشريعية، وندعو شباب كامل يجي يقوم بهذه العملية. المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بغردايه ومن خلال اللجان الموزعة عبر البلديات العشر سخرت كافة الإمكانيات اللازمة من أجل السير الحسن للعملية. لدينا في ولاية غردايا 120 مركز و585 مكتب، كلها مكاتب قارة متوزعة على 10 بلديات. جندنا حوالي 90 عون إما أعضاء لجان أو مكلفين بالدعم المكتبي على مستوى البلديات من أجل إنجاح هذه العملية. كل هذه الملفات تحت المراقبة لشخصنا بصفتنا رئيس اللجنة وبصفتنا طبعا قاضي، مهمتي هي إضفاء الصفة القانونية على الملفات المدعى سواء بالتسجيل أو بالشطب. عمل اللجان انطلق وسيستمر إلى غاية 27 من هذا الشهر لتحضير القوائم النهائية للهيئة الناخبة التي ستكون على موعد مع رئاسيات سبتمبر المقبل.